السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اقتراحي اليوم هو مملحات أو الفطائر بعجينة المسمن بشكل جديد، بطريقة سريعة ومختصرة وبحشوة سهلة ولذيذة. كيجيو مقرمشين وهشاش، نتمنى أنكم تجربوهم. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. كنحتاج هنايا العجينة، عندي 4 ديال الكيسان ديال الدقيق، كاس ديال الفينو، عندي معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة ديال سنيدة، عندي نص صاشي ديال الخميرة ديال الحلويات، هذا الصاشي فيه 8 غرام، حنا غادي نحتاجو غير 4 غرام. أربعة ديال المعالق ديال الزيت النباتية، وغادي نجمع العجين ديالي بالماء، جوج كيسان ديال الماء ديال العنبة باش جمعت لي هاد العجينة، الماء بارد ديال الصنبور. صافي، غادي نجمع العجينة ديالي مزيان. العجينة غادي تكون مقاسها ما مطلوقة، هنا بعد ما تجمعت لي العجينه ها هي، ما غادي نحتاج لا ندلكها لا نعيي راسي معاها. هنا غادي نجيب واحد البلاستيكه وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت، وغادي نديرها في وسطها ونخليها ترتاح على خاطرها. انا هنا خليتها تقريبا شي 3 ديال السوايع ترتاحت مزيان. صافي، غادي نجمعها في هذه البلاستيكه هذه ونخليها، ونمشي نحضر الحشو اللي غادي نخدم به. الحشو عندي جوج ديال الجزرات محكوكين، عندي بصلة مشلطة، عندي جوج ديال الحبات ثلاثة ديال الكوجيت، عندي فلفلة حمراء وفلفلة خضراء مقطعين طروفات صغار، درتهم في واحد المقلة فيها شوية ديال الزيت وغادي نشحرهم مزيان حتى يدبالوا. غادي نخلط هاد الخضره ديالي كامله ونبقى نحرك حتى تشحر لي مزيان. هنا الخضره راه غادي تطلق الماء، غادي نبقاو نشحروا فيها حتى تنشف. صافي، هنايا من بعد ما تشحرت الخضره ديالي تقريبا، صافي راه قريبه توجد، ضفت لها التوابل. عندي هنا الابزار، فلفله حمراء، ثوم بودره، وراني كنت من قبل ضفت شويه ديال الملح. غادي نحرك مزيان. انا تقريبا صافي راه ناشفه، ضفت شويه ديال السودانيه، اللي ما يبغيش الحار ما يضيفهاش، يستغنى عليها.
وغادي نخلط مزيان. عندي هنا الزيتون مقطع طريفات صغار، هنا درت الزيتون ديال الدار. الا ما متوفرش عندكم الزيتون ديال الدار، شريو الزيتون الخضر بلا علفة وقطعوه. صافي، هنا تقريبا الحشوة ديالي راها وجدت. غادي نطفي عليها النار ونخليها حتى تبرد مزيان. من بعد ما بردت غادي نضيف عليها كمية من الفرماج محكوك. الا ما كانش متوفر ما ديروهش، ولكن كيجي يزيد واحد الاضافة زوينة للحشوة ديالنا. العجينة ديالي هذه هي، بعد ما خليتها ارتاحت هانتوما تشوفوا، عاطية الطعم مزيان ومدلوكة هانتوما تشوفوا. هتجبد غير راسها. قسمتها 5 ديال الكويرات، غادي نمشي ندوب هاد المرصو ديال المارغارين. غادي نبدا نبسط العجينات دياولي. هنا عندي شويه ديال الزيت وعندي مارغرين اللي دوبت، وغادي نبدا نبسط العجينه ديالي. غادي نطلقها مزيان ونسرحها حتى تبقى تبان لي الرخامه. غادي نبسط مزيان وغادي نقرص الجوانب باش ما يبقاوش غلاط. هنا من بعد ما طلقتها غادي نجيب الزبدة اللي دوبت وغادي ندهن بها هذه الورقة كاملة. وغادي نطويها على شكل مسمنة العادية مربعة. غادي نزيد ندهن بالزبدة، نزيد الطبقة الأخرى. صافي، غادي نوضعها على جنب حتى نكمل كاع الكرات اللي عندي ديال العجين بنفس الطريقة، ونرجعوا باش نكملوا طريقة التحضير.
قصدت كاع العجينات بخمسة اللي كانوا عندي. هنا غادي نجيب البسمنة الاولى اللي صوبتها وغادي نبدا نقرص فيها، غادي نسرحها مزيان. وغادي نجيب واحد الموس وغادي نقطعها على أربعة. الحشوة ديالي أنا قسمتها على 20 كرة، لأن هاد الكمية ديال العجين غتخرج لي 20 حبة. غادي ندير الحشو فوق العجينة ديالي. صافي غادي نبدا نجمعها على شكل كموسة صغيرة. غادي نبدا نجمع الجوانب. غادي نجمع الجوانب كما كتشوفوا. الا شفنا باقي شي شويه ديال العجين خارج غادي نحيدوه باش ما تجيناش مدقصه. يعني غير بلا ما تسدت لنا العجينة صافي، واللي باقي غادي نحيدوه. غادي نزيد الكرة الثالثة حتى هي نجمعها بنفس الطريقة. وغادي نستعمر بنفس الطريقه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. هنا غادي نجيب واحد الطاوه ديال الفران، فرشت لها هنايا ورق ديال الزبده وغادي نستفهم فيها. غادي نجيب واحد المقص وغادي نبقى نقطع الجوانب باش تعطينا داك الشكل ديال الورده. مباشره بعد ما شكلوهم غادي ندخلهم الفران يطيبوا، يعني ما غادي نخليهم لا يخمروا ولا يرتاحوا ولا حتى شي حاجه. من بعد انا جبت واحد البيضه درت معها واحد النقطه ديال الخل وغادي ندهن الوجه ديالها كامله. بغيتو ديرو غير اصفر البيض بوحدو ديروه. انا هنا درت بيضه كامله مع شويه ديال الخل وغادي ندهنهم كاملين وندخلهم الفران. هنا انا شعلت على الفران، درتهم في الفران ديال الضو على 160 درجه، شعلت غير من التحت، شعلت النار غير من التحت حتى نشوفهم تحمروا مزيان من التحت، عاد غادي نشعل عليهم من الفوق.
من بعد ما طابو خرجتهم الفران، زينت لهم الوجه ديالهم بشويه ديال الفرماج محكوك من الفوق، وهما مازال سخانين. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو مقرمشين. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم ما تنساوش تخليو لي لايك وشي تعليق زوين، واللي اول مره يدخلوا القناه ما ينساوش يشتركوا ويضغطوا على زر الجرس باش يوصلهم كل جديد. وشكرا على المشاهده، والى اللقاء مع فيديو اخر.